رجل من الناس يريد يحفظ القرآن. إنسانك إج إنسان ضغزة قرآن أزبركة. يقول أنا متوكل على الله، معتمد على الله في حفظ القرآن. أز توكل من ربي على مرا تماما أج أزبري قرآن را. حتى يكون هذا التوكل توكل صحيح لابد من أشياء ثلاثة. هركي حزدكي توكلت توكلك شريعتي والراس فجري سيتشتي ذهبن. أن يكون صادقا في هذا. جري صادق وبي أكو خدا. أن يكون واثقا من أن الله سبحانه وتعالى منجز له هذا الأمر وهو حفظ القرآن. جري صادق رب العالمين رباكي بزن وكي رب العالمين يراويتشتي دكاربك يعني توكلي ريتاني رب العالمين رجري دايبه. ولا بد أن يأخذ بالأسباب يحفظ يراجع لديه شيخ يعرض عليه القرآن. وجري تبتلك توكل جي جري أسباب أخرى هالدا سبب أخرى هالدا.